شكرا للزميل الاخضر بريش. يظن مشاهدي الكرام مازال بول لنصر كل الوصول ومرحبا بكم اينما كنتم. ليونيل ميسي الغلابه يحييكم، عدنا لكم بعد الاعتزال من جديد للتعليق على صغرى المباريات بين ابناء عمومه سيرجيو راموس واحفاد دييغو كوستا. حكم المباراه هو الاوروغواياني دييغو سيميوني، واول كره في المباراه توصل الى وخطيره. بدايه الشحشنه اعزائنا المتابعين، وهذه المباريات في اطار المباريات الخيريه المقامه على روح الجماهير، ومخالفه اولى وصافره وانذار اول، ما فماش كلام فيها بطاقه صفراء. والكره مقوله بوسط المعموره، كازيميرو الغلابه وتدخل عنيف، والحكم ماذا يفعل؟ مش عارف شو يفعل الحكم، يعني فايت بحيره من امره. يدخل الهاي، يدخل بين الشجار، يخرج عينه حمراء، عينه خضراء، عينه برتقاليه، يكله بوكس من هون، ركبه من غاد. يعني المباراه توالع نار اعزائنا المتابعين في هذا المشوار، ولعت نار في هذا المشوار، الروح الرياضيه تبكي في الزاويه. الحكم اوقف المباراه، يقول لهم هدوا النفوس يا جماعه، هذه تحتاج الى يوسف سيف. اعزائنا المتابعين هذا المقطع يحتاج الى يوسف سيف باختصار، يقول والله جوزي ايش حوالك مورينيو، والله يقول طيح الحطم، يعني ما في زعل يدوم. اعزائنا المتابعين يعني خلى الحطم يروح، يعني يصير اعزائنا المتابعين يصير، يعني لماذا تخلع قميصك عزيزي؟ ما في شيء يستاهل عزيزي المتابع. بيبي لايت الكرة يعطيها تيكي تاكا رهيبة وتدخل عنيف، يعني تدخلات يعني مليمترية وأسطورية، يجيبها في الساق، يعني يعرف وين يجيب الركبة، يخبط له الرباط الصليبي على طول، يمزق له الأوتار كلها، يمزق له الصليب ذات نفسه. شنو هذا أعزائنا المتابعين؟ مباراة انعدمت فيها الأخلاق وانعدمت فيها الروح الرياضية، تحتاج إلى محمد صلاح يجي يعني يعمل شوية تعديل على أخلاق اللاعبين. المباراة يعني تقول يوجد ثأر بين اللاعبين، يوجد، ولكن هذه المباراة التي نحتاجها. الكلاسيكو منذ أن أصبح فيه روح رياضية، واللاعبين يسلمون على بعض، وسيرجيو راموس ما يضربش ميسي، ولا يوجد دماء، لا يوجد عنف، لا يوجد، أصبح لا يوجد له طعم، أصبح كلاسيكو باهت بلا معنى، كلاسيكو يعني جدا جدا سيء. لكن أيام مورينيو، أيام الروح الرياضية، أيام الأخلاق. يعني في هذه المباراة شاهد صفعات مليمترية أسطورية وخرافية، جاب البوكس في نص راسه، هذا ما نحتاجه في الكلاسيكو، يرحم أيام بيبي وسيرجيو راموس. ثنائية كانت لا تفرق بين الجهاد وبين كرة القدم، كان يدخل المباراة تقول بده يحرر القدس، يعني شيء مش طبيعي، كان أمر جدا رهيب، تقول إنه أنت في مظاهرة، يعني إذا تكون جاي لا يوجد عندك أي خلفية عن كرة القدم وتشاهد من المدرجات، تقول يوجد مسيرة مظاهرة ربيع عربي، فما ربيع عربي في أرضية الميدان. ونتيجة المباراة لا زالت كرتين أحمر مقابل ثلاثة كرات حمر، وكرة والتصويب، والدفاع يصد الكرة، جول، والهدف الأول في المباراة. لكن لم أفهم السبب الاحتفالية، يعني المباراة كما قلنا أنه تحتسب حسب الكروت الصفراء والحمراء وليس حسب الأهداف، يعني ما فهمتش شو كونسبت الاحتفال هذا. لكن أعزائنا المتابعين الآن يبدو أنه تفوق أبناء عمومة دييغو كوستا على أبناء أحفاد سيرجيو راموس، لكن سيرجيو راموس لن يرضى بهذا الأمر ودفع بابن خالته، وابن خالته طبعا موهبة شابة يافعة، موهبة شابة يافعة تستحق الدفن والرمي في مثلث برمودا، وطبعا مثلث برمودا لن يبلع هذه الموهبة، سوف يبزقها إلى الأعلى، سوف يبزق هذه الموهبة ويرميها، يجيبها في حوض بقدونس. لكن أعزائنا المتابعين يبدو أن سيرجيو راموس يريد قلب النتيجة، وريمونتادا منتظرة أعزائنا المتابعين. النتيجة لحد اللحظة أربع كروت حمراء مقابل كرتين حمراوين، لكن من ناحية الكروت الصفراء
أبناء عمومة سيرجيو راموس متفوقين بقوة. يعني الآن الكرات الصفراء إذا تحولت إلى حمراء سوف يتفوق نادي سيرجيو راموس بقوة. والحكم أعزنا المتابعين يضيف 3 أيام وقت بدل ضائع. هذه المباراة هي كلها عبارة عن وقت ضائع، ومشاهدتنا لهذه المباريات هي عبارة عن وقت ضائع، وهذا الدوري كله هو عبارة عن وقت ضائع. أعزنا المتابعين، يعني لأول مرة في تاريخ كرة القدم الحكم يضيف 3 أيام وقت بدل ضائع، لكن هذه الوقت البدل ضائع ربما يضيفوا له كمان وقت بدل ضائع في الوقت البدل ضائع. يعني كما نقول رؤوف خليف الغلابة، عندك رؤوف خليف الغلابة يقلده، ويجي واحد يقلد رؤوف خليف الغلابة فيصبح رؤوف خليف الغلابة لايت. فهذا هو الذي نتحدث عنه أعزانا المتابعين. فالمباراة لحد اللحظة يوجد فيها 4 شهداء و5 قتلى و66 جريح. ننتظر إلى وصول العدد واكتماله إلى 100، وربما حينها يقررون إلغاء المباراة أو توقيفها. لكن يوجد لحد اللحظة 11 قتيل و66 جريح. هل سوف تزداد الكمية أم ماذا؟ دعونا نرى ماذا سيحصل في نهاية هذه المباراة.